جمعت طرفين نقيضين، فريق حسنيه بن سليمان اللي كيحتل المراتب الاولى، وفريق حسنيه خريبه اللي كيصارع من اجل الوقوف في الصفوف الامينه، يعني المرتبه العاشره. هذا لان هذا الموسم عندنا صعوبات بالغه، حيث غادي يتم اسقاط اربعه فرق للقسم الشرفي، ما كيدفعنا باش نديروا مجهودات ومجهودات مضاعفه. بالنسبة لي أنا المقابلة كانت النتيجة عادلة، ما كنظنش بأن شحال انتهت المقابلة؟ صفر صفر، كانت النتيجة منطقية وعادلة، التحكيم كان في المستوى، ما كاين حتى حاجة اللي تستحق الذكر، الجمهور توا كان في المستوى، الأمور دازت على أحسن ما يرام.